السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوتشوان سوروبان لتعلم الحساب الذهني، في فيديو اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع مهم جدا، أتاني كثيرا في التعليقات وهو كيف أتخلص من الملل في حصة سوروبان نجاح حصة سوروبان يعني مرور الحصة في جو من المنافسة والحماس والطاقه الايجابيه بدون ملل كمدرب اذا وصلت الى مرحله يخبرك فيها التلاميذ انهم يشعرون بالملل او شعرت به انت ايضا بنفسك فتاكد ان هنالك مشكل ولا بد من معالجته بشكل سريع لكي لا يكون سببا في عرقلة يعني في عرقلة وتقدم الاطفال في برنامج الحساب الذهني في هذا الفيديو إن شاء الله سأشارككم طريقتي في التغلب على الملل في حصة صروبان، وكذلك لا تبخلوا علينا أنتم أيضا بتجربتكم لتعم الفائدة ولكي نستفيد من بعضنا البعض، كخطوة أولى على المدرب التحضير المسبق للحصة من خلال تحديد أو تحضير جدادة الدرس والأهداف وكذلك الأهداف التي يجب تحقيقها في نهاية كل حصة عندما نتحدث عن الحساب الذهني صرباً، يعني في غالبية المدربين ليس الكل الأغلبية يعتمدون على تدريس المادة العلمية فقط كما تعرفون أن المادة العلمية على الحساب الذهني تتكون من مجموعة من العمليات مقسمة حسب المستويات وكل مستوى يجب أن يصل فيه المتدرب إلى سرعة معينة فتجد بعض المدربين يعتمدون فقط على المادة العلمية عمليات حسابية عمليات حسابية عمليات حسابية وما إلى ذلك تالي الطفل في هذه الحالة سيشعر بالملل لأنه يقوم فقط بإنجاز العمليات الحسابية فلا يعقل أن تمر الحصة كلها والتلميذ فقط يشتغل على المعداد أو المعداد التخيلي أو فقط في البرنامج وتمر الحصة كلها في إنجاز العمليات إذا كنتم تتبعون هذه الطريقة فأنصحكم أن تتوقفوا يعني مباشرة لأنه سيشعر التلميذ بالملل ولن يتمم البرنامج سيشعر بالملل وبالتالي تجده يتهاون في إنجاز العمليات الحسابية الهدف من الحساب الذهني هو أن ينجز المتدرب العمليات بشكل سريع بشكل صحيح وبحماس يعني أن يتفاعل مع المادة لكي يحصل على نتائج جيدة بالتالي إذا دخل الملل فلن يتمم معك البرنامج وبالتالي أغلبية المدربين يشتكون أنهم لا يصلون إلى مستويات متقدمة مع الأطفال سأشارككم بعض الطرق التي أتبعها لمحاربة الملل في الحصة حيث أعتمد على الورشات يعني خلال تحضير لحصة صوروبان قبل الحصة أحضر مثلا ثلاث إلى أربع ورشات في آخر الفصل سأشارككم الآن نوع الورشات وما هي الطريقة التي أستعملها لكي يشارك جميع التلاميذ في هذه الورشات من بين الورشات التي أعتمدها خلال حصة صروبان يعني في كل حصة أدرج ورشة إلى ورشتين حتى يعني لكي يكون هناك تغيير في الورشات مثلا ورشة التانجرام سأتحدث بشكل مفصل إن شاء الله عن هذه الورشات بعد ذكرها جميعا الورشة الثانية كمثال مثلا ورشة مكعب روبيك الورشة الثالثة كمثال يعني آه هذا ورشة سنيك كيوب الورشة الرابعة مثلا ورشة الكؤوس يعني لديه كؤوس جاهزة يمكنه استعمالها من لم يستطع اقتناءها يمكنه ان يعني يستخدم الكؤوس جوطابل التي تستعمل في الحفلات وما الى ذلك وكذلك ورشة البطاقات يعني سبق ان شاركتها معكم في القناة حيث تقومون بصنع مجموعة من البطاقات فيها عمليات وفي اوراق منفردة او في بطاقات منفردة تحضرون النتيجة وبالتالي تعملونها كورشة الان الطريقة كيف أوظف هذه الورشات خلال حصة صروبان كيف أوظف الورشات في حصة صروبان يعني في كل حصة حسب اختياركم تختارون ورشه إلى ثلاث ورشات ويمكنكم إضافة ورشات أخرى شاركوني في, في التعليقات ما هي تجربتكم أو الطريقة التي تتبعونها مثلا في بداية قبل يعني في إطار تحضيري لحصة صوروبان ومثلا أحضر ثلاث ورشات في آخر الفصل كيف أوظف هذه الورشات خلال حصة صوروبان؟ تبدأ الحصة بشكل عادي تستقبل التلاميذ بشكل حماسي حبذا لو كانت هناك تحية يعني تحية مميزة أو مليئة مفعمة بالحماس في بداية الحصة تشرح لهم مثلا الخطوات التي سنتبعها في هذه الحصة مثلا هذه الحصة لديكم مثلا ثلاث تطبيقات كل تطبيق مثلا فيه عدد عمليات كذا وكذا سنعمل أي تطبيق سنست... لا من استخدام الكرونومتر يعني لاحتساب المدة الزمنية التي استغرقها كل طفل او كل تلميذ في انجاز هذه العمليات كما تلاحظون في اخر الفصل مثلا لدينا مجموعة من الورشات من انتهى اولا يعني انجز العملية بشكل سريع يمكنه الالتحاق باي ورشة يختارها والعمل فيها في تلك الأثناء التي سينهي فيها الطفل التمارين أو التلميذ التمارين الوقت الذي ستقضيه أنت كمدرب في تصحيح العمليات لا أفضل يعني أن يبقى التلميذ واقفا ينتظر أن تصحح له العمليات فهذا قد يخلق أيضا شوشرة بالنسبة للآخرين أفضل أن أرسله إلى آخر الفصل حيث يختار الورشة التي تناسبه ويستغل ذلك الوقت في تعلم مهارة جديدة بالنسبة لهذا النوع من الورشات فقط أعطيتكم بعض منها يمكنكم البحث في هذا الموضوع وإضافة يعني الألعاب الذكاء التي تفيد يعني هذه المجموعة من الألعاب مثلا سنيك كيب أو لعبة تانجرام هي مجموعه من الالعاب التربويه عندها اهداف تساعد في تنميه مهارات التركيز مهارات الملاحظه مهارات سرعه البديهه لدى الاطفال يعني اذا فكرت في اضافه لعبه معينه يجب ان ما هي نتائجها او ما هي فوائدها على ذلك الطفل وبهذا عندما ينتهي من تنتهي من التصحيح اذا كان لديه اخطاء في العمليات تطلب منه إعادة تصحيحها ليت ما ينتهي التلاميذ الآخرون يعني كما تعرفون في الحساب الذهني هناك بعض الأطفال ينتهون من العملية بشكل سريع وهناك البعض يأخذ الوقت لا بأس بذلك يعني لكي لا يشعر الطفل بالملل في وقت التصحيح تطلب منه أن يختار ورشة معينة ويشتغل عليها وبهذا تكون الحصة الطفل لا يشعر بالملل بالعكس في التمرين الثاني سيتحمس اكثر لكي ينجز العمليات حتى يشارك في ورشه اخرى يعني في مثلا في التمرين الاول لديه الحق في اختيار ورشه واحده في التمرين الثاني يمكنه اختيار بين الورشتين المتبقيتين والورشة الثالثة تبقى مثلا في التمرين الثالث على حسب يعني عدد العمليات التي سيشتغلون عليها في الحصة وفي نهاية الحصة أنصح دائما أن يكون هناك مثلا تمرين أو تحدي أو لعبة تحدي جماعية مع جميع التلاميذ خصوصا في الخمس دقائق الأخيرة كما ذكرت لكم في الفيديو السابق أنه نهاية الحصة تبقى راسخة في ذهن الطفل لذلك أنصح دائما بالخمس دقائق الأخيرة أن تكون دقائق حماسية مفعمة بالحماس والمنافسة بين التلاميذ حتى ان شاء الله ياتوك في الحصه المقبله وهم بكامل نشاطهم ومستعدين لتتمه دروس الحساب الذهني اتمنى ان تكون هذه النقاط افادتكم ولو بالقليل لا تنسوا مشاركتنا تجربتكم ايضا لنستفيد من بعضنا البعض قد اكون غافلت عن مجموعه من النقاط ساحاول تذكرها وذكرها في الفيديوهات القادمة إن شاء الله أنتظر تعليقاتكم ومشاركتكم موعدنا إن شاء الله في الفيديوهات القادمة مع تتمة الدروس وكذلك يعني في كل ما يتعلق بالحساب الذهني دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته